دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان خدمة الإسعاف البحري بمحافظة جزر فرسان، والذي بلغت قيمته 13 مليون و600 ألف ريال، وتم تنفيذه من قبل وزارة الصحة، ويعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، وذلك لتقديم خدمات الإسعافية البحرية الطارئة للمرضى من أهالي جزيرة فرسان. الإسعاف البحري فريد من نوعه، ذو أنظمة متطورة وأنظمة ذكية. التقنيات من ناحية الاتزان ومن ناحية السلامة، بالإضافة يعتبر أول إسعاف بحري في المملكة العربية السعودية، يجد فيه ثلاثة أسرة، منها سرير عناية قابلية إلى التوسع إلى سريرين إضافية وتصبح 5 أسرة. وستمكن هذه الخدمة من نقل الحالات المرضية الطارئة من جزيرة فرسان إلى ميناء جازان في مدة لا تتجاوز 40 دقيقة وبسرعة 30 عقدة بحرية في الساعة. تستغرق المسافة من فرسان إلى جازان حوالي 45 دقيقة بسرعة فائقة وآمنة، بالإضافة إلى نظام امتصاص الاهتزاز أثناء الرحلة والوصول بشكل آمن. يوجد خدمة التعقب ومراقبة الإسعاف البحري لحظة بلحظة من قبل عمليات النقل الطبي في إدارة الطوارئ والكوارث النقل الطبي بصحة جيزان، أيضا بالإضافة إلى خدمة الطب الاتصالي الذي يراقب من قبل مركز القيادة والتحكم، من قبل استشاري أثناء النقل من جيزان إلى فرسان أو من فرسان إلى جيزان. ستوفر هذه الخدمة خدمة سريعة وميسرة بنقل الحالات المرضية العاجلة وتقديم خدمة إسعافية عالية. محمد اليامي، جزر فرسان.